Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, Mübtedi 1, yani başlangıç seviyesi 1 kitabı, yani 3. kitabımızın 4. ünitesinin 1. dersini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Esvâku şarkıl avsat. Önce kelimelerimize bakalım. Kelimatü ders. Esvâkun sûkun. Ama biz ilk önce müfredini sonra cemisini söylüyoruz arkadaşlar. Tamam. Suq esvaq. Siz de tekrar edin yüksek sesle. Suqun esvaq. Tekrar. Suqun esvaq. Yedeviyye. Yedeviyye. Bada'i' yedeviyye. Meli'e. Meli'e. Sa'ih. Sa'ih. Suyyah, masnu'un, masnu', masnu', sani', sani', san'a, sani', masnu'. Bida'a, bada'i', tekrar, bida'a, bada'i', siyaha, sa'ih, siyaha. رخيص رخيص متجر زبائن زبون زبائن نعم زبون مفرد زبائن جميع نعم تكرار زبون زبائن مزدحم مزدحم يتعب تعب يتعب تعب يتعب دكان Dükkan dekakin. Dükkan dekakin. Teşcir. Şecca'a yuşecci'u teşcir. Bu da mastar. Fiilin mastarı. Fiilin mazisi ne? Şecca'a muzarisi yuşecci'u vel mastar teşcir. Khasun. Khasun mufidun. Hakeza. Şimdi tekrar ediyoruz hızlı bir şekilde. Suqun esvaqun yedeviyye meli'e sa'ih suyyah masnu'un sana'a yesna'u masnu' sani'a sana'a sani'un bida'a bada'i' bida'a bada'i' siyaha rakhis metcar زبائن زبون زبائن زبون مفرد زبائن جميع مزدحم تعب يتعب دكان دكاكين شجع يشجع تشجيع نعم خاص خاص مفيد هكذا هذه كلمات الدرس وهنا تعبيرات الدرس الشرق الأوسط الشرق الأوسط صناعات يدوية صناعات يدوية sizde tekrar ediyorsunuz صناعات يدوية من أجل هيا بنا هيا بنا نعم هكذا الآن نستمع هذا النص أولا يلا نستمع استمع وقرأ أسواق الشرق الأوسط مليئة بالصناعات اليدوية خاصة الأسواق القديمة وعندما يأتي السائحون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق ويشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد ويكون ثمن هذه الأشياء غالية لأن الصانع يتعب في صنعها في كل مدينة من الشرق الأوسط سوق قديمة خاصة بالبضائع اليدوية وتهتم الحكومات بهذه الأسواق من أجل تشجيع السياحة في بلادها. نعم هكذا. الآن نكرر. Şimdi tekrar ediyoruz beraberce.
أسواق الشرق الأوسط مليئة بالصناعات اليدوية. يلا، أسواق الشرق الأوسط مرتان. أسواق الشرق الأوسط مليئة بالصناعات اليدوية. نعم، خاصة الأسواق القديمة. خاصة الأسواق القديمة. وعندما يأتي السائحون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق. وعندما يأتي السائحون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق. تكرار. وعندما يأتي الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق. جيد. ويشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. نعم، ويشترون. نعم، ويشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. جيد. ويكون ثمن هذه الأشياء غاليا لأن الصانع يتعب في صنعها. لأن الصانع يتعب في صنعها. جيد. ويكون ثمن هذه الأشياء غاليا. لماذا؟ لأن الصانع يتعب في صنعها. Okumalarımızı biraz daha hızlandırıyoruz, değil mi? Fi kulli medinetin mine şarkil avsati. Yalla. Sûkun kadîmetun khâssatun bil bedâi'il yedeviyye. Sûkun bil bedâi'il yedeviyye. Cayet. Ve tehtemmul hukumâtu bihâzihil esvâk. Nam. Ve tehtemmu. Tekrar. Esvâk. من أجل تشجيع السياحة في بلادها. تكرار. من أجل في بلادها. جيد. الآن تستمعون من هنا وتقرؤون. Şimdi buradan dinliyorsunuz ve aynısını tekrar ediyorsunuz. Hazır mısınız? Yalla. أسواق الشرق الأوسط مليئة بالصناعات اليدوية خاصة الأسواق القديمة. نعم، أنتم تكرار. جيد. هنا. عندما يأتي السائحون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق. نعم، وعندما يأتي السائحون يزورون هذه الأسواق. evet, güzel tekrar ediyorsunuz. ويشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. نعم، أنتم ويشترون. جيد. ويكون ثمن هذه الأشياء غالية لأن الصانع يتعب في صنعها. نعم، ويكون ثمن هذه الأشياء. تكرار أنتم. غاليا لأن الناس. جيد. في كل مدينة من الشرق الأوسط سوق قديمة خاصة بالبضائع اليدوية. نعم، في كل مدينة من الشرق الأوسط سوق قديمة خاصة بالبضائع اليدوية. Evet, siz de tekrar ediyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz. Buraya bakın. Bakın bakın. في كل مدينة من الشرق الأوسط سوق قديمة خاصة بالبضائع اليدوية. نعم. جيد. وتهتم الحكومات بهذه الأسواق من أجل تشجيع السياحة في بلادها. نعم، أنتم تكرار. وتهتم. نعم، وتهتم الحكومات بهذه الأسواق من أجل تشجيع السياحة. Şimdi beraberce okuyoruz. Evet, bir cümle ben, bir cümle siz okuyorsunuz. Önce ben başlıyorum, sonra iki cümleyi siz okuyorsunuz. أسواق الشرق الأوسط مليئة بالصناعات اليدوية. أنت دورك. وعندما يأتي السائحون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق. أنت. ويكون ثمن هذه الأشياء غاليا. أنت.
في كل مدينة من الشرق الأوسط سوق قديمة خاصة بالبضائع اليدوية. أنت من أجل تشجيع السياحة في بلادها. Şimdi seninle başlıyoruz. Sonra ben okuyorum. Oku bakalım ilk önce sen. Tamam. Yalla. Başla. İbde. جيد. خاصة الأسواق القديمة. أنت جيد. ويشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. أنت لأن الصانع يتعب في صنعها. أنت وتهتم الحكومات بهذه الأسواق. أنت نعم جيد. طبعا هنا هذا النص يتحدث عن الأسواق في الشرق الأوسط. أسواق جمع السوق. نعم يتحدث هذا النص عن أسواق الشرق الأوسط. الشرق الأوسط نعم تركيا وسوريا وعراق وهذه الدول يعني في الشرق الأوسط. نعم أسواق الشرق الأوسط مليئة بالصناعات اليدوية. صناعات يعني الأشياء المصنوعة باليد يدوية. هذه الصناعات يعني هذه المصنوعات ليست صناعية، لم يصنع في المصنع، هذه الصناعات يدوية، الناس يصنعون هذه الأشياء باليد، مثل هذا الرجل انظر بيده يعني ينتج شيئا يصنع شيئا. خاصة الأسواق القديمة، هذه الصناعات اليدوية توجد خاصة في الأسواق القديمة. في الأسواق الجديدة ممكن أن تجد الأشياء الكثيرة يعني مصنوعة في المصنع، صناعية ليست يدوية. نعم لكن في الأسواق القديمة هكذا الصناعات اليدوية ممكن أن تجد المنتجات اليدوية. وعندما يأتي السائحون إلى الشرق الأوسط، السائحون عندما جاءوا من أوروبا، من أمريكا، من كل أنحاء العالم، عندما جاء السائحون يأتي يعني يجيء، أتى يأتي جاء يجيء، نعم، يزورون هذه الأسواق، عندما يأتون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق، وهذه الأسواق تعجبهم كثيراً. نعم وهؤلاء السياح سائحون يشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. يشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد ويكونوا نعم هم يشترون بهذه الأشياء كثيرا ويكون ثمن هذه الأشياء غاليا. هذه الأشياء ثمنه غالي ليس رخيصا، غالي. لماذا غالي هذه الأشياء؟ لأن الصانع يتعب في صنعها. صانع من الذي يصنع هذه الأشياء؟ هو يتعب، يعمل كثيرا. لو صنع هذا الشيء في المصنع ممكن دقيقة، ولكن الصانع ليصنع هذه الأشياء الشخص يتعب كثيرا، يعمل كثيرا، يوم يومين ثلاثة أيام أو شهر يعني يعمل. لذلك هذه الأشياء تكون غالية، ثمن هذه الأشياء غاليا لأن الصانع يتعب في صنعها، يعمل كثيرا. في كل مدينة من الشرق الأوسط سوق قديمة خاصة بالبضائع اليدوية. يعني في الشرق الأوسط في كل السوق ممكن أن تجد مثل هذه الأماكن. هناك سوق قديمة وهناك ممكن يمكنك أن تجد الأشياء المصنوعة باليد، هناك المنتجات يدوية، المصنوعات اليدوية كثيرة. نعم في كل الشرق الأوسط يعني في كل الشرق الأوسط ممكن أن تجد هذا الشيء. وتهتم الحكومات بهذه الأسواق، الحكومات تهتم بهذه الأسواق. لماذا؟ من أجل تشجيع السياحة في بلادها، لأن السياح يأتون ويزورون هذه الأسواق القديمة. لذلك الحكومات تهتم بهذه الحكومة من أجل تشجيع السياحة. تشجيع شجع، يشجع تشجيع.
Şimdi parçayla ilgili sorularımız var. Onları cevaplayalım. Ecib anil es'iletil atiye. Mâzâ yef'alü s-sâihûne indemâ ye'tûne ile şarkıl avsat. Orta Doğu'ya geldikleri zaman turistler ne yapıyorlar? Mâzâ yef'alü s-sâihûne. Turistler ne yapıyorlar? İndemâ ye'tûne geldiklerinde. Mâzâ yef'alü s-sâihûne. عندما يأتون إلى الشرق الأوسط يزورون هذه الأسواق ويشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. نعم. لماذا يكون ثمن المصنوعات اليدوية غاليا؟ Bu el ürünlerinin ücreti neden galiyen pahalı oluyor? Tamam. لماذا يكون ثمن المصنوعات اليدوية غاليا؟ لماذا؟ لأن الصانع يعمل كثيرا ويتعب كثيرا ليصنع هذه المصنوعات. لماذا تهتم الحكومات بالأسواق القديمة؟ Hükümetler bu eski çarşılara niçin önem veriyorlar? نعم. لماذا تهتم؟ لأن تهتم الحكومات بهذه الأسواق لتشجيع السياحة. من أجل تشجيع السياحة إلى بلادهم. هل تحب أن تشتري البضائع المصنوعة يدويا ولماذا؟ هل تحب أن تشتري البضائع المصنوعة يدويا إلا üretilen تجارة mallarını satın almayı seviyor musun؟ البضائع بضاعة بضائع تجارة مالları demek يدويا إلا إلى ولماذا؟ ونيشن؟ أحب لماذا؟ لا أحب ولماذا؟ هل زرت سوقا قديما؟ Eski bir çarşıyı ziyaret ettin mi? تحدث عن ذلك. Bundan bahset. Nعم. Şimdi bu soruları cevaplıyorsunuz. Sonra buradan karşılaştırıyoruz. Bakalım doğru yapıyor musunuz? Yallah. Evet, soruları cevapladınız. Şimdi bakalım doğru mu yapmışsınız? Ecib anil esiletil atiye. Mâ zâifâlu s-sâihûne indemâ ye'tûne ile şarkıl evsat. Orta Doğu'ya geldiklerinde turistler ne yapıyorlardı? Yezûrûne hâzihil esvâk. Şu bab olacak tabii ki. Hâzihil esvâk. Ve yeşterûne kethîran minel eşyâil masnû'a bil yed. Bak. عندما يأتون السائحون إلى الشرق الأوسط Orta Doğu'ya geldiklerinde يزورون هذه الأسواق bu çarşıları ziyaret ediyorlar ve يشترون كثيرا من الأشياء المصنوعة باليد. سؤال الثاني لماذا يكون ثمن المصنوعات اليدوية غاليا؟ Elle yapılan ürünlerin ücretleri neden pahalı oluyor? لماذا؟ لأن الصانع هذه الأشياء çünkü bu ürünleri üreten يتعب في صنعها onları üretmek için çok yoruluyor. يَتَعَبُ فِي صُنْعِهَا. نعم. لماذا تهتم الحكومات بالأسواق القديمة؟ Eski çarşılara hükümetler niçin önem veriyorlar? مِنْ أَجْلِ تَشْجِعِ السِّيَاحَةِ فِي بِلَادِهَا. Nedir? Turizmi ülkelerine teşvik etmek için. Turizmi teşvik etmek için. Ülkelerindeki turizmi teşvik etmek için. نعم. O nerede geçiyordu? Bak. El-hukumat ve tehtemul-hukumatu bihazihil-esvâk. Hükümetler bu çarşılara önem veriyor. Niçin? Min ecli teşci'i siyahati fi biladiha. نعم. هل تحب أن تشتري البضائع المصنوعة يدويا؟ El yapılan ürünleri satın almayı seviyor musun? لماذا؟ Mesela buna farklı cevaplar verebilirsiniz tabii. Naam uhibbu en eşteri hazihi eşya. Bu eşyaları satın almayı seviyorum. Lianni uhibbu hazihi eşya. Çünkü ben bu eşyaları seviyorum. Lianna hazihi eşya tu'cibuni kesiran. Çünkü bu eşyalar benim hoşuma gidiyor. Benim çok hoşuma gidiyor gibi. Sizin farklı cevaplarınız olabilir tabii ki. Hel zurta suqan qadimatan tahaddas an zalik. Eski çarşı ziyaret etti mi? Tahaddas an zalik. Bundan bahset. نعم زرت سوقا قديمة كانت هناك الأشياء القديمة orada eski eşyalar vardı والأشياء المصنوعة باليد اللي yapılan ürünler vardı هناك وهذه الأسواق قديمة ولكن جميلة هناك أسواق قديمة في تركيا كثيرا مثلا سوق مصر في سوق kapalı çarşı هكذا هذه الأسواق قديمة في تركيا نعم
Uktub kema fin namuzec. Örnekteki gibi yazın diyor. Tamam. El-esvâku meli'etun bis-sınâ'âtil yedeviyye. Çarşılar el ürünleriyle doludur. Bir de şurada kadime demiş. Ha, şunun gibi yaptı. El-esvâku meli'etun bis-sınâ'âtil yedeviyye ve khâsaten el-esvâkal kadime. Özellikle eski çarşılar var. Çarşılar el ürünleriyle doludur. Ama özellikle eski çarşılar, eski olanlar. Tamam. Mesela el fakihetu lezizetun cidden. Elma gerçekten lezzetlidir. El fakihetu lezizetun cidden. Hasaten el fevakih sayfiye mesela. Yaz meyveleri, özellikle yaz meyveleri. Meyve lezzetlidir gerçekten. Özellikle yaz meyveleri. Evet, şimdi videoyu durdurup kalanları siz yapıyorsunuz. Sonra burada kontrol ediyoruz. Yaptınız mı? Şimdi kontrol ediyoruz. Er-riyadatu mufidatun. Spor faydalıdır. Er-riyadatu mufidatun. Hasaten er-riyadatu sabahiyye. Spor faydalıdır ama özellikle sabah sporu. Et-tuyuru cemiletun. Kuşlar güzeldir. Hasaten et-tuyuru sagira. Hasaten et-tuyuru sagira. Özellikle küçük kuşlar. El-muallimu yet'abu. Öğretmen yoruluyor. El-muallimu yet'abu. Hasaten el-muallimul cayyid. Özellikle iyi öğretmen çok yoruluyor. Eş-şevâri'u müzdehimetun. Caddeler kalabalıktır. Hasaten eş-şevâri'u reisiye. Özellikle ana caddeler. Reisiye ana. Büyük caddeler yani. El-biladul arabiye meliyetun bin naft. Nam, Arap ülkeleri petrol ile doludur. Hasaten el-duvelil haliciye. Özellikle körfez ülkeleri. Hasaten el-biladul haliciye. Bilad yazmamış buraya. Özellikle körfezdekiler demiş. Bu şeye alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üslup önemli. Şimdi metnimizin anlamını da öğrenelim bakalım. Ama önce kelimelerimizin anlamlarını söyleyelim. Su'kun esvâkun çarşı demek. Yedeviyye, el-bedâi yedeviyye el ürünleri, elle yapılanlar, elle ilgili demek. Meli'e dolu, sâih turist, masnu' üretilen ürün, sani' üretici, bedâi' bidâ'a bedâ'ya ticaret malları, siyaha turizm, rahis ucuz, meccar alışveriş merkezi, ticaret yeri, zebun zebaen müşteriler, muzdahimun kalabalık, yet'abu yoruluyor, dükkan dekakin dükkanlar, teşci' teşvik etmek, cesaretlendirmek, hasan hususi, has ona özel, mufidun faydalı demek. Eşşarkul evsat Orta Doğu, sınaatun yedeviye el ürünleri, min ecli şunun için, bunun uğrunda, heyyen bina haydi demek. Esvâkuş şarkıl evsat Orta Doğu çarşıları meliyetun bis sınaatil yedeviye el ürünleriyle doludur. Tamam, Orta Doğu çarşıları el ürünleriyle doludur. Hasaten el esvâkal kadime, özellikle eski çarşılar. Ve indeme ye'tis sâihûne ile şarkıl evsat turistler Orta Doğu'ya geldiklerinde yezûrûne hâzihil esvâka bu çarşıları ziyaret ediyorlar. Ve yeşterune kesiran çok satın alıyorlar. Minel eşya'il masnu'a bil yed. Elle üretilen eşyalardan çokça satın alıyorlar. İştera yeşteri satın alıyor. Ve yekune semenu hadil eşya'i galiyen. Bu eşyaların fiyatı pahalı oluyor. Lianne sani'a yet'abu fi sun'iha. Çünkü üretici bunları üretirken yoruluyor. Fi kulli medinetin min eş-şark el-evsat Orta Doğu'daki şehirlerin her birinde suqun kadimetun hasatun bil bada'i'l yedaviyye. El ürünlerine has eski bir çarşı vardır. Bak fi kulli medine her şehirde min eş-şark el-evsat Orta Doğu'nun her bir şehrinde vardır. Ne vardır? Suqun kadimetun eski bir çarşı hasatun bil bada'i'l yedaviyye. El ürünlerine has bir çarşı vardır. Ve tehtemmu al-hukumatu bi hadhihi al-asvaq. Hükümetler bu çarşılara önem veriyorlar. Min ecli teşci'i siyahati fi biladiha. Turizmi teşvik etmek için.
Bu uğurda yani fi biladiha ülkelerindeki turizmi teşvik etmek için bu çarşılara hükümetler önem veriyorlar. Na. Bu dersimiz burada bitmiştir. Narakum fi'd dersil kadim ma'a selamah.